جمعية نادي أوجريت الثقافي التي تهدف لرفع سوية الوعي الوطني وتفعيل دور الثقافة في المجتمع دعت أعضاءها وأصدقائها إلى ندوة حوارية حملت عنوان ركائز الصمود السوري الأسطوري وملامح النصر القادم. ضمن نشاطات نادي أوجريت الثقافي المستمرة ستقام اليوم ندوة يشارك فيها ثلاث متحدثين. هؤلاء المتحدثين سيتحدثون عن ركائز الصمود السوري الأسطوري وملامح النصر. بالنسبة لي سأخذ محور الجيش العقائدي وسأتحدث يعني بشكل محدد حول دور هذا الجيش وحول يعني مفهوم الجيش العقائدي العربي السوري. نحن نركز دائما على الداخل الوطني وعلى تضافر هذا الشعب مع قيادته السياسية ومع قواته المسلحة وإفشال مؤامرة اشتركت فيها 90 دولة في العدوان على سوريا وفي سوريا. ولذلك أنا سأتناول في الجزء الذي سأتناوله مع زملائي المشاركين في هذه الندوة هو الشعب العربي السوري، أصالته، اتحاده، تاريخه الوطني، مناعته القومية والوطنية ضد مؤامرة التقسيم والتفتيت الطائفية والمذهبية والإقليمية. تشكل الجمعية مجتمعا صغيرا وفاعلا يتضمن أعضاء يعملون في مجالات متعددة ويهدفون لنشر الثقافة وتفعيلها في المجتمع. الجانب الثقافي هو جانب مهم من جوانب الحياة العامة في سوريا، وهذا الجانب أيضا صمد بشكل كبير وتعرض لهجمات كثيرة ولتشويهات مختلفة، وقدر طبعا القائمين على هذا الشأن أو المعنيين بالشأن الثقافي والمتعاطين به من كتاب وشعراء وفنانين وكل وممثلين وغير ذلك استطاعوا أن يكونوا أهلا لتحمل المسؤولية وبالتالي المشاركة في صنع النصر. نحن بالنادي اللي نادي أوجريت الثقافي اللي نحن كل فترة من الفترات بنجتمع بها النادي بيجمعنا على الإلفة، على الحوار، على المحبة. ندوة اليوم ما هي إلا حلقة من سلسلة متواصلة دائما نسعى من خلال هالنادي ومن خلال هالندوات ل استضافة محاضرين وأساتذة معروفين بولاء وانتماء وثقافة الواسعة للإفادة منهم أكثر. هي محطة لقاء أكدت على أهمية تكاتف المجتمع السوري في ظل قيادة حكيمة ومؤسسات صمدت في وجه الضغوط الخارجية بفضل حماة الحمى من أبطال الجيش العربي السوري.